استانس فيه. الله انا مبدع حلو طقطق. يلا يا مبدع. ايه بعد شنو قوم؟ يلا يا مبدع. يلا. يلا عشان الشباب. الحين احنا في قلالي وشباب قلالي مستعدين حق الوداع مثل ما تشوفون ما شاء الله عليهم وايد وشكل الليله شيء واو. شيء واو مشاهدينا حياكم معانا نشوف الوداع 3D حياكم. ابراهيم راشد رئيس مجلس شباب قلالي يعني لاحظ يعني ما شاء الله الوداع ناس وايد حضور كثير مع ان الجو حد يعني غترتي ذابت وثوبي صح الجو كلش بس ما شاء الله الناس وايد فكلمنا عن استعداداتكم تنظيمكم للوداع شلون؟ هذه الله يسلمك هذه فضل شباب قلالي المتعاونين وهذه مجهود 3 سنوات هذه مجهود 3 سنوات قاموا فيه الشباب والحمد لله رب العالمين بدا يتطور سنه بعد سنه ليه ما انتحن شايف يعني ايش قاعد الناس والعدد الناس طبعا احنا اجتهدنا واحنا الشباب الناس يعني المتطوره بالفيسبوك بالتويتر عبر يعني التواصل الاجتماعي وقدرنا يعني الحمد لله رب العالمين كل سنه يعني نحصل نفس العدد واكبر فنان يوسف المالود الكبير تكلمنا عن الوداع هالسنه شلون؟ والله الوداع شو اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. الوداع ما يبي له كلام هذه تراث قديم الكل يعني يحضرونه في الاربع الايام الاخيره والله 3 الايام الاخيره. مدينة قريه قلالي من الناس اللي لهم يعني صيت في الوداع. من ناحيه التنظيم، من ناحيه الترتيب، من ناحيه الاداء، من ناحيه اغلبيه الفنان اللي من اماكن ثانيه غير قريه قلال يعني مثلا من الحد ناس من المحرق ناس من البديع ناس من اليسرى يتواجدون كلهم في ذي المنطقه في ذي الحاله سالم ربيعه رئيس شباب فرقه قلالي ما شاء الله عليك يعني يعطيك العافيه على المجهود اللي شفناه مساعه في الوداع كلمنا عن استعداداتكم شلون كانت والله استعداداتي كانت من مجهود الشباب يجمع الشباب وقعدوا برزوا الطيران والطبول وهالسوالف كلها قالوا يلا يا جماعه الوداع يعني اكيد خلف هالوداع اكيد في ناس دعموكم ناس وقفوا وياكم فيمكن اي كلمه تبي توجهها لهم على برنامج البحرين. والله احنا نشكر عدنان عبد الملك على دعمه حق الوداع وما قصر ورايته بيضه ونتمنى بعد نص اكثر واكثر يدعمونا يعني من الديره. هذه اغطيتنا اليوم كانت لوداع شباب قلالي ما شاء الله عليهم يعطيهم العافيه كان وداع وايد حلو والحين من قلالي بنرجع